الشخص اللي معايا دوت بقى قرر يعمل مفاجأة لحبيبته، مش هتتخيلوا عمل لها ايه. مش انت بقى اقصى طموحك تجيب لها دبدوب وشوكولاتايه وتروح رايح فارد نفسك كده على اساس جبت اللي ما يتجابش؟ اتفرجوا بقى على الاختراعات، بجد حاجات مش هتتخيلها. وكل ده بايه؟ بشوية خشب. يعني الحاجات دي بسيطة جدا، بس بجد يعني انا فرحت على فرحتها بجد. الله اكبر عليه، دماغه جميله جدا. اتفرجوا بقى ونتمتع بالفيديو وتعلموا بقى، بلاش تجيبوا دباديب الحاجات التقليديه دي، دباديب شوكولاته مش عارف ايه. لا اتفرج بقى، بصوا جاب شويه الخشب ورشه وعمله وصنفره، ربط يا ريس ربط. وحياه غلاوه النبي عندك، ما تنسى تدوس على اللايك والاشتراك وتصلي على النبي في الكومنتات. بصوا بقى ده لسه ما خلصش هو كده. اتفرجوا على الكلام بقى وتعلموا. جاب حتة شيفونة كمان، يعني هو مكلف بس مش مكلف قوي على فكرة. الحوار ده ارخص من الدبدوب، اوعى.